بعد القضايا الملحة. أولاً طبعاً الإنترنت. في يوليو شرطة أوروبا يوروبول ساعدت في تقييم حوالي 2000 موقع ومرتبطة بالإرهاب وفيها محتويات إرهابية، وهذا تضمن إرشادات وتعليمات لكيف مثلاً القيام بهجمات إرهابية، وهناك إرشادات أيضاً لكيف يبقى الناس مختفين مع تطويرهم لخطة هجوم إرهابي. نحن نعرف بأن التنظيمات الإرهابية كانت قد مثلا نادت بالانتقام بسبب نشر رسوم شارلي إبدو، وطبعا المقترح الذي تم تطويره يهدف لمكافحة هذه المحتويات الإرهابية، وأنا ممتنة لما تفعله الرئاسة الألمانية في هذا الإطار. علينا أن نجد حلولا حتى تتمكن الدول الأعضاء من محو المحتوى الإرهابي خلال ساعة واحدة من نشره. ثانيا، الدول الأعضاء عليها أيضا أن تطبق القوانين الموجودة، مثلا نظام شنغن لتبادل المعلومات، وأيضا القانون الخاص بالأسلحة والذي ذكره الوزير زيهوفر، وأيضا حتى يكون هناك مراقبة دائما في الحدود الخارجية. طبعا فرونتكس قامت بالعديد من الجهود، وهناك 22% من أولئك الذين يدخلون إلى أوروبا لم يكن يتم إدخال أسمائهم في نظام شنغن، إذن هناك بكل تأكيد فضاء لتحسين هذا الأمر. ثالثا، مكافحة الإرهاب، هذا يعني أيضا الوقاية. نحن نعمل من كثب مع طبعا شبكة الوقاية حتى نعرف العلامات التي تؤدي إلى تطرف، مثلا بأن يكون هناك تحسين لمثلا الأشخاص الذين يدخلون السجون أو الذين يخرجون من السجون، وهذا قد شدد عليه بعد هجوم فيينا كما رأينا. للمبادرات المقبلة أنا متأكدة بأنه سيكون هناك أيضا تقييم لقوانين يوروبول، ونحن سنعزز أيضا متانة الهيكلة والبنية التحتية والتي ستقدم قبل نهاية السنة. وطبعا نحن ملتزمون بالعمل بطريقة بناءة مع المدن حيث تقع طبعا الهجمات باحتمال كبير. علينا أن نشجع أكثر الأمن في مدننا، وأيضا من المهم أن نضمن بأن الدول الأعضاء ستلتزم أكثر للتعاون بطريقة أفضل في تبادل المعلومات. وطبعا الحراس الحدود والشرطة ينبغي أن يدققوا في كل الأشخاص عبر النظام، وحتى الذين يأتون في المستقبل خاصة، وذلك بأن يكون هناك إدخال لاحتمالات قبل نهاية 2023. هذا ينبغي أن يكون أولوية على كل المستويات. هذا يتضمن تقديم المعلومات في نظام شنغن، وأيضا تحديد الأشخاص على المستوى الوطني الذين يمكن أن يهددوا بقيام بهجمة إرهابية، وأيضا التحليلات للأسماء في البيانات. هذه أداة ضرورية جدا حتى نعرف المشبه بهم في الإرهاب. من المهم بأن الإرشادات الأوروبية بأن يتم تطبيقها، وبأن يكون هناك أيضا تقييم للقوانين الموجودة، كما أنني أحضر أيضا لتحسين تبادل المعلومات بشأن الDNA والبصمات بين الدول الأعضاء كلها. إذن هناك برنامج طويل لما يمكن أن نفعله، ولكن كلمة اليوم هي الحاجة الملحة والطوارئ. علينا أن نتحرك بشأن الملفات الموجودة، وأيضا نتحرك بسرعة في الملفات الأخرى. شكرا جزيلا. شكرا سيدتي المفوضة. والآن ربما الأسئلة والأجوبة في المؤتمر الصحفي. حينما تعطى لكم الكلمة نرجو أن ترفعوا أيديكم وتعطون اسمكم واسم الوكالة التي تعملون لديها. والآن نبدأ. السؤال الأول الذي يذهب السؤال من وكالة الألمانية للأنباء. شكرا. لدي سؤالان للوزير.
تعريف الإرهاب والإرهابيين المحتملين، هل توصلتم إلى تعريف محدد لكل الأوروبيين؟ وأثناء كلمتكم ذكرتم المعلومات وفك شفرة المعلومات، هل ستطلبون من المفوضية أن تقدم مقترحا لقانون ما في ما يخص فك شفرة المعلومات؟ الوزير لك الكلمة. أما بشأن فك شفرة المعلومات، طبعا هذا شيء نتحدث فيه مع المفوضية، ونود أن يكون هناك بيانات مشفرة نتقاسمها مع السلطات الأمنية. طبعا هناك هذه القضية تتعلق طبعا بحقوق الأساسية للمواطنين، ولكن بعد هذه الهجمات الفظيعة التي حدثت فأقمنا محادثات والتي سلطت الضوء في كل مرة يكون هناك طبعا هجوم، فيتم انتقاد السلطات الأمنية والسياسيين. ونحن في ألمانيا هناك أيضا رفض لأن تعطى القوة اللازمة للسلطات الأمنية. إذن هناك احتمال لأن نحسن كيف يمكن تجنب مثل هذه الهجمات، وعلينا أن ننظر في الأمور بعمق أكثر. لا ينبغي أن نتطرق إلى هذه القضية، وأنا أعرف بأنها مثيرة للجدل، ولكن بكل تأكيد في نهاية المطاف سيكون هناك قرار ما هو ضروري وما هو فعال وما يمكن أن نفعله حتى نحافظ على دولة القانون وتكون المجتمعات مبنية على الحرية. طبعا هذه هي النقطة الأولى، ونحن أظن بأننا كلنا نتفق على المبادئ الأساسية في أوروبا بأن لدينا الحرية وحكم القانون والمجتمعات المتعددة الأعراق. طبعا هذا ما يمثل النجاح الأوروبي، وهذا ما طبعا، لكن في الوقت ذاته علينا أن ننظر في كل الأدوات الممكنة حتى يمكن أن نرى إذا ما كان يمكن لهذه الأدوات أن تساعدنا في المستقبل لنحافظ على مبادئنا. اليوم بسبب طبعا برنامجنا الطويل فلم يمكن من كنا أن ندخل في تفاصيل أكثر بشأن تحديد أو تعريف الإرهاب والمشتبه بهم. طبعا نحن لا نزال نتبادل الأفكار والمعلومات، ومثلا من هو الإرهابي المحتمل، الأمر يتعلق بالتهديدات المحتملة. ومرة أخرى ينبغي أن يكون هناك كما قلت تبادل للرؤى والأفكار على المستوى الوطني والمستوى القاري، وفي إطار فكرة مكافحة الإرهاب فربما يكون هناك فئات مختلفة. كما قلت ربما الوقت لم يكفنا لنتعمق أكثر في القضية، ولكن هذا سيكون جزءا في المسار المقبل. السؤال المقبل. آمل بأنكم يمكن أن تسمعوني. أود أن أعرف ما هي الإجراءات الأكثر ضرورة. والسؤال الثاني للمفوضة والوزير، في إطار برنامج اليوم لم تتحدثوا مثلا عن نظام شنغن، وهل هناك جدول زمني لذلك؟
كلمة. Es kann auch gerne die Kommissarin mal beginnen. أظن بأنه يمكن للمفوضة أن تبدأ. نعم شكرا. العديد من الوزراء ذكروا شنغن وأهمية أن تكون منطقة شنغن فعالة جدا ولحماية حدودنا الخارجية، وأستطيع أن أقول بأنه في يوم الاثنين سيكون هناك دعوة لأول منتدى لشنغن سيكون في 30 نوفمبر، وسنبدأ في تبادل الرؤى حل تقوية نظام أو منطقة شنغن ولوضع استراتيجية لشنغن والتي سأقدمها في مايو المقبل. سيد الوزير تفضل. طبعا أنا أرحب بما قالته المفوضة، وكما سمعتموه في شنغن بكل تأكيد ينبغي أن تكون فعالة، وينبغي أن تكون باحتضان وبمئة بالمئة. هذا ما وعد السياسيون ناخبيهم. السياسيون تحدثوا عن هذا وقالوا لشعوبهم: نضمن لكم بأننا في منطقة شنغن ستكونون آمنين وبسلامة، لأن الحدود الخارجية لشنغن الآن طبعا لا يتم مراقبتها بفعالية 100%. ولكن الناس طبعا أو الشعوب تثق فينا، ولذلك فإن حدود شنغن ينبغي أن تراقب وبدقة وتحمى حتى يمكن أن نقول بكل ثقة لشعوبنا بأن حدودنا مؤمنة. وبكل تأكيد المفوضية تحدثت بهذا الأمر، وطبعا نتطلع لأن نعمل معا في هذا الإطار. ولكن قبل كل شيء الحدود الأوروبية ينبغي أن تكون معززة وقوية، وطبعا السبب الأول هو الأمن. أما النقطة الثانية فكان هناك بيان مشترك تحدثنا عنه، مثلا عن قانون السلاح وقانون يوروبول وحماية الحدود ومحو المحتوى الإرهابي من الإنترنت، وأيضا الملاحقة القضائية داخل أوروبا والتشريعات الخاصة بالإنترنت عموما، وأيضا تحديد التمويل والذي طبعا هو أداة مهمة جدا في مكافحة الإرهاب. إذن يمكن أن تروا بأن النتيجة التي تحدثنا عنها وقبل أيام، أهم شيء هو أن نتوصل إلى اتفاق، لأننا مقتنعون كلنا بأننا سنفعل كل ما في وسعنا لدحر الإرهاب. ولذلك قلنا بأن في اجتماع اليوم إذا وقفنا معا فإن الإرهاب بكل تأكيد لن ينجح على المدى الطويل، لأن أوروبا هي قوة تقف في وجه الإرهاب. والأمر نفسه ينطبق على المستوى الوطني، على مستوى الدول الأعضاء. كل دولة لوحدها يمكن أن تقوم بالكثير، وكما قلت ففي ما يخص دحر هذا الوباء فهذا ينجح فقط إذا واجهناه معا دوليا، لأنه لا يمكن حل مشكلة دولية على المستوى الوطني.
أهلا بحضراتكم مشاهدين الكرام، أسعد الله أوقاتكم. جولة جديدة تأتي حضراتكم من الآن. قبل لحظات كنا نتابع المؤتمر الذي تستضيفه المفوضية الأوروبية في العاصمة البلجيكية بروكسل، وفيه يتحدث وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي عن المخاطر التي تحيط بأمن دول القارة الأوروبية وتحديدا دول منطقة شنغن، والحديث كان مرتبط بهذا الإطار في ضوء حضور مسؤولين أوروبيين من مفوضية الاتحاد الأوروبي وكذلك من وزراء الداخلية. هذا كان وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر يتحدث قبل لحظات عن المخاطر المرتبطة بالإرهاب في القارة الأوروبية وكذلك بعض المشكلات التي تواجه أمن دول منطقة شنغن، والحديث الذي كان موصولا ردا على أسئلة عدد من الصحفيين التي قدمت بالطبع عبر الفيديو عن حتمية إيجاد صيغ مشتركة بين دول الاتحاد الأوروبي عن تعريف الإرهابي أو الإرهابي المحتمل كما ورد في أسئلة بعض المتحدثين إلى هذا المؤتمر الصحفي. هذا وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر لا يزال يتحدث مع عدد من المجتمعين بخصوص الأمن داخل القارة الأوروبية وحتمية إيجاد صيغة أو مقاربة أوروبية موحدة لعلها ستكون بحلول شهر ديسمبر المقبل.